بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، هذا الفيديو هذا هو على العشاء، هو آخر فيديو في تحضيرات الأكل ديال العمرة. وكما كتسمعوا راهو اليوم السبت، كندير لكم مونتاج لهذا الفيديو هذا. منتي كدير الميناج اليوم السبت، تعرفونا كنديروا الميناج وعندنا الحمام باقي لهذا. راني كندير لكم المونتاج لهذا الفيديو، ويعني ما كنديرش الميناج. حبيباتي هنايا كاينه درت الشربات، كاينه البصاره ديال الفول، شوربه ديال الفول، شوربه العدس، شوربه الخضر، شوربه الخضر بالسمك. هنا هاد الشوربات راهم كيتباعوا جاهزين، كتزيدي غير الماء طايب فقط. هنا هاد الشوربات هادو هي لاربعه اشخاص، انا نقدر ندير نص ونحتفظ بالنص. هنا كاين الجبن، ديت معايا هاد الجبن هذا، فرقته من هنا ودرته في السيلوفان مزيان مزيان مزيان، لفيته وغادي نديرو في يعني هذه اخر شي حاجه غادي نحضرها هو هاد الاكل هذا. يعني صافي هذا الاكل راه هو اخر شي حاجه حضرت. نتمنى حبيباتي نكون فدتكم. عندي هنا البسكوت كما شفتوا، عندي الفرماج ديال الدهن، عندي الخبز، نقدر نستعمل البسكوت، نقدر نستعمل الخبز، هذو كلهم اشياء اللي غادي نستعملهم في هذا العشاء هذا. حبيباتي هانتوما شديت الشوربه، درت معها الفرماج، الجبن، وجمعتها بحال هكا باش ما تشدياش البلاصه، درت لها البلاستيك بحال هكا. هادي درت غير هذا، شفتوا هاد، غادي نشد كندير لها بحال هكا. دابا غير يدي وحده ما نقدرش، وكنجمعها ديال السيلوفان. غادي مع هاد البسكوت للعشاء ندير منو العشاء والفطور. هذا ما غاديش نفتحو، فيه 100 وحده، نقدر نشارك مع السيدات اللي معايا في لا شومبر، يعني في الغرفه، و غادي نخليه هنايا باش ما يتهرس. عفوا البسكوت حساس بزاف، نخليه هنا، ومره غنستعمل هذا الفطور، مره نستعمل العشاء. دونك هذا غندير كل حاجه بوحدها كتكون واجده، ولا بغيت الخبز الا بغيت مع العشاء. نقدر نستعمل غير هذا الفرماج هذا، ما ناكلش كاع هذا، هذا والشوربه بدون خبز، يعني على حسب. المهم الواحد حتى يدي شويه زايد، ولكن عاوتاني ماشي كميه كبيره باش ما نحلوش فيها. وهذا فقط الاحتياط، لانه غيطلع لنا اقتصادي بزاف، وما كلت البلاد، لانه يعني تقدري تاكلي شي حاجه تما تضرك وانتي ما مسالياش باش تبقاي مريضه، بغيتي تعبدي. هادشي كلشي باش يبقى لينا الوقت للتعبد حبيباتي، باش نمشيو نستغلوا اي دقيقه واي ثانيه في الحرم وفي المدينه المنوره عند قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوفوا الاماكن اللي كان كيعيشوا فيها الصحابه والرسل وسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبيباتي هنا العشاء ديال 15 يوم، ها هو كتشوفوا الشربات والاجبان. كاين اللي درت معاه هاد كيما قلت لكم هاد الايمانتال مع هاد الفرماج كريم، وكاينه اللي ملي كتكون ثقيله بحال هذه ديال البصاره كندير معاها غير هاد الفرماج هذا بوحدو. هادوك الخفافات كندير معاهم هادو بجوج، وفرقت الايام. وكاينه اللي درت معاها هاد النوع هاد الفرماج هذا، بلاتي نوريها لكم. هذا هذاك ديال شتو، هاد الفرماج هذا ديال الشرايح. المهم هادو 15 يوم ان شاء الله ديال العشاء. هذا اش خاصو؟ خاصني غير البسكوت او الخبز كما قلت لكم. ها البسكوت راه هو الخبز، غادي باقي نفرقو، ماشي نفرقو، هذا نخليه هكا وهذا كنغلي، هذاك ما نفتحهمش، هذا باش ما يتهرس لان الكرتون حافظو هاد البسكوت هذا. وهذاك هذا لانه الا تفتح من الباكي ديالو كيمشي له كما كيقصح، وهذا هنا. حبيباتي درت الارقام لهاد العشوات، علاش نهار شويه الشوربه خفيفه بحال ديال البصاره ما نتبعهاش ليلتين، ها هي ديال البصاره مثلا فرقتهم، درنا واحد كيكون عادي والثاني خفيفه شويه والثانيه وهكا، حتى باش ما يجيناش يومين متابعين البصاره. كاين عندنا البصاره شي ثلاثه د المرات، وديال العدس حتى هي جوج مرات، يعني باش ما يجينيش متابعين. وكاينه الشربه ديال البارو، عرفتوا كيكونوا خفافات. المهم درت لهم الارقام، وعلى حسب الشوربه، الا كانت ثقيله كندير لها غير هاد شويه ديال الاجبان هادو جوجات، هذا كيكون عرفتوه سمير كاس ديال الدهن جاهزه، والخبز مع هذا هو العشاء ان شاء الله الى حين الله. المهم غادي نجمعوا دابا في واحد الكيس،
حبيباتي ها هو العشاء ديال 15 يوم، شفتوا الشوربات الاجبان هما. نتمنى حبيباتي هاد التقسيم اللي درت للوجبات ديالي يعجبكم وتستفادوا منه. البنات اللي بغا يسافروا ما غاديش يشتروا الاكل من ثم، يعني كل الاكل من هذا المكان، وما خاصوش يشد لهم مكان في الشنط، وما يقدروش يدوا معاهم اكل البيت بحال الكيكات ديال الدار والحلويات وداك الشيء، وما بغاوش يشد لهم الطبخ الوقت ديالهم. واني بكم اورين، نحبكم كاملين.